تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من إلقاء القبض على عناصر تشكيل عصابي حاولوا تهريب مجموعة من الشباب إلى الخارج من خلال عائمات. المزيد في سياق التقرير التالي. شق بأحد العقارات تحت الإنشاء في منطقة كينج ماريوت بالإسكندرية آوت مهاجرين غير شرعيين. الواحد منهم يدفع بين 70 و80 ألف جنيه لتشكيل إجرامي منظم. أعرف واحد اسمه أبو جنات من محافظة كفر الشيخ، أعرفه من حوالي 3 سنين، اتصل عليه من فترة قريبة وقال لي أنه هو بيجهز لرحلة عن طريق البحر هجرة غير شرعية. قال لي لو في أي حد موجود عاوز يسافر خليه يتواصل معايا، وطلب مني أن أنا أجيب له شقة في كينج ماريوت عشان يخزن فيها شباب عشان يسفرهم برا عن طريق البحر. وقبل إلقاء هؤلاء في البحر كانت قد تأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطني، وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن الوطني بالتنسيق مع إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وقطاع الأمن العام ومديريات أمن الإسكندرية والبحيرة والدقهلية من إحباط محاولة تهريب المهاجرين غير الشرعيين. تم إحباط محاولة تهريب 27 مهاجر غير شرعي، وتم ضبط القائمين على عملية الهجرة غير الشرعية. يخطف البحر كثيرين ليستيقظوا من سراب على حقيقة مؤلمة أساسها هجرة غير شرعية لا خوف عليهم فيها، فالمتاجرة وتحقيق الثراء هو الهدف لدى التشكيلات الإجرامية المتخصصة في ذلك. ودي نقطة من نقط الإنزال بيتخذها المهربين، بأن هو بينقل المهاجرين غير الشرعيين عن طريق زدايك مطاطية أو فلاك خشبية، وبينقلهم لمراكب الصيد بتكون متواجدة في عرض البحر. وللحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية تتضافر جهود أجهزة وزارة الداخلية كافة في البحث عن المتاجرين من ورائها والقبض عليهم.